تابعنا خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الأمة في إطار مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشار فيه إلى حزمة جديدة من المساعدات التي عقدتها الدولة الروسية للمحاربين القدامى وأيضا لمن شارك ويشاركون في العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا على أن هذا الصندوق وتشكيله وما يقوم به لا يرفع المسؤولية عن مختلف مؤسسات الدولة الروسية المعنية. أشار كذلك إلى الصعوبات التي يتعرض لها الجنود سواء كانت صحية أو اقتصادية، والمسعى الحثيث من قبل روسيا على تقديم التيسيرات الواجبة وتلبية متطلباتهم والعمل على إزالة كثير من مشاكلهم البدنية والنفسية، خاصة لهؤلاء الجنود المشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. عرض أيضا بوتين في معرض حديثه لخطة تنمية القوات المسلحة الروسية وتطوير قدراتها العسكرية وتزويدها بما تحتاجه من مكونات عسكرية بمستوياتها الجديدة التي ترقى إلى جسامة التحديات التي تشهدها، خاصة مضاعفة وتيرة المقدرات العسكرية ومتطلباتها. وطلب أيضا بمشروع خاص للرهن العقاري ليتناسب مع سعر الفائدة في السوق الروسية، وأكد في حديثه أيضا على مسألة مهمة وهي أن الضغوط الغربية لم ولن تحقق أي شيء، وأن من يقومون بذلك هم يعاقبون أنفسهم في المقام الأول. مشاهدي الكرام، كان هذا جانبا مما أفاد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام الأمة بمناسبة مرور عام على بدء العملية الروسية في أوكرانيا. كونوا معنا بعد قليل وساعة إخبارية شاملة على نيل الأخبار.